كل عشاق المقبلات، كل عشاق البابا غنوج، طريقته سهلة جدا وبسيطة حبايب قلبي. الطريقة أسهل منها ما تلاقي. بقدونس بقى حطي، أنا حاطة بقدونس فيه، هو يا حبايب قلبي حسناء، وطريقته بسيطة خالص. إن شاء الله هتلاقوها في كومنت علشان خاطر الناس اللي ما بتحبش يعني تتفرج كتير ودايما بتاخد بالكلام عشان تستفيد. حبايب قلبي انا قناتي دي على اليوتيوب عملتها رزق، لو عجبكم الكلام وفدتوا واستفدتوا ما تنسوش لايك واشتراك لقناتي، وان شاء رب العالمين تكبر بكل الناس الحلو. ومن حب ربه حب فيه عبده، والدنيا اتبنت في 6 ايام والصبر اخره جبر. بابا غنوج كل المقبلات الحلوة من ايدك ست الكل، بحبكوا في الله.